طيب الآن بدنا نرجع هنا على التوتوريالز وبدنا نتعلم شغلة جديدة. هنا بدي أتعلم إنه هنا TensorFlow/tutorials بدنا نتعلم هنا البيزكس ماشين ليرنينج بيزكس وذ كيراس. نتعلم فيها شغلات كثيرة، يعني على سبيل المثال كيف نعمل ايمج كلاسيفيكيشن، تمام؟ كيف نعمل تكست كلاسيفيكيشن، كيف نعمل ريجريشن، نشوف موضوع الاندر فيت والاوفر فيت واللود والسيف. هذا موضوع اللود والسيف موضوع مهم جدا. ليش؟ لانه انت بتقضي ساعات في انه انت تعمل ترين للموديل، تمام؟ فالموديل هذا بدك تحفظ الويتس تبعته، فلازم تعمل سيف عشان تيجي ليتر تعمل لود لهدول الويتس وتستخدمه في البريدكشن بشكل مباشر، تمام؟ وهذه الشغله بالمناسبه انت عندك في الم... في في, ال... في الاسكيلير، او خليني انه لما اصل هناك انه بشرح لك اياها. يعني في الاسكيلير خلينا نبدا واحده واحده، خلينا نبدا في البيزك ايمج كلاسيفيكيشن. طيب ممكن انه انت تعمل كبي وتطبق معايا لو انت حابب، وتروح تفتح على هذه وتقول له run on colab، تمام؟ وتاخذ منه كبي وتعدل زي ما بدك وتعمل بلاي مع الوصفه زي ما بدك، زي ما انا حامل الان. فانا بدي اخذ منها نسخه. كيف؟ tensorflow.org/tutorials. طبعا الداتا سيت هذه من اشهر الداتا سيتس، اسمها امنست، تمام؟ فاشن امنست. طبعا امنست هو عباره عن انستيتيوت في اليو اس متخصص ب في 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 الكمبيوتر ساينس، وهو عمل كونتريبيوشن او الباحثين اللي هناك عملوا كونتريبيوشنز باكثر من داتا سيت في هذا المجال. فحتلاقي انه الامنست، حتلاقي امنست للديجيت، للهاند ريتن ديجيتس، للارقام. وهنا احنا بدنا نعمل تصنيف للكلوثز. انا اجي اورجي له انه هذه صوره تي شيرت، هذا قميص، هذا بنطلون، هذا حذاء، زي هيك. اوكي، فبدي اغير هنا امنست كلوثز كلاسيفيكيشن. وهنا بدي اخلي انه يعمل سيف للاوتبوت. هنا with Keras. اوكي. import TensorFlow as TF. from TensorFlow import Keras in NumPy as and b. وهنا المات بلوت عشان الفيجواليزيشن، عشان يعمل شو للايمجز هذول. وهنا بيحاول انه هو يتحقق من التنسور فلو فيرجن، تمام؟ اثنين. طبعا الفاشن امنست هذه داتا سيت للفاشن او للكلوثز، زي ما انت شايف انت في عندك صور لا كثير من الملابس، منها أحذية، منها تنانير، منها فساتين، منها قمصان، منها حقائب، منها تيشيرتات، كثير من الشغلات. اوكي، فالداتا سيت هذه موجوده بريلودد عندك في التنسور فلو. فكيف بدك تحملها؟ فاشن امنست بتساوي كيراس داتا سيتس فاشن امنست، هذه بريلودد. لسه حنشوف الان انه احنا لما تكون في عندي الصور موجوده في دايركتوري كيف انه احنا بدنا نحملها. هذا الكلام حورجي لك اياه هنا. تروح على الكيراس
على الجيت اس جيتنج ستارت جيتنج ستارتد، وبتقول له هنا كود اكزامبلز، وهنا في الكمبيوتر فيجن بتقول له ايمج كلاسيفيكيشن فروم سكراتش، موجود انت عندك. لاحظ هنا انه انت عندك داتا سيت للكاتس والدوجز، هنا راح نزلها حجمها 786 ميجا بايت مضغوطه، تمام. راح ينزلها سي يو ار ال، تمام، زي دبليو جيت، هذا كمان زي دبليو جيت، اداله المسار زي هيك، تمام، وعامل له انفليشن، تمام. وهي البيتس ايمجز، هذا عباره عن مجلد عمل له ليست، وهنا في عندك الكاتس والدوكس، هذا في صور. فهنا كتب كود انه هو كيف يحمل الداتا سيت. فتحميل الداتا سيت اتس نوت ذا بوينت ات ذا مومنت، يعني مش الموضوع تبعنا. الموضوع تبعها انه انت بس مجرد انه انت تاخذ تدي له المسار وتقول له لف لي على كل المجلدات اللي هناك، لانه كل مجلد بيعتبره كلاس. ما دام انت عندك مجلدين كات ودوجز، فبالتالي بروح بعتبر انه كل مجلد عباره عن كلاس. لف عليهم كلهم، حمل لي اياهم، فبرجع لك اياهم از اري، تمام، الايمج از اري اوف بيكسلز. اوكي، طيب، فالان هذا رح اورجي لك اياه الان. فانت عندك هنا تريننج ايمجز، تريننج ليبلز، تيست ايمجز، تيست ليبلز، اللي هو فاشن امنست لود داتا. اللود داتا ايش بترجع لك؟ هذه تو تابلز، كل تابل ايش فيه؟ الاكس والواي للترين وللتيست. هيو عمل داونلود للداتا سيت، تمام، لوحده، وهنا ظبط هذه الامور كلها. فالان بدي اورجي لك كيف شكل الترين ايمجز. هذه عباره عن ليست اوف ليستس، كل ايمج عباره عن ماتريكس، فبالتالي هذا عباره عن ليست اوف ماتريسيز، لكل صوره عباره عن ماتريكس، تمام. ممكن تشوف لي، شايف هاي حاطط الماتريكس الاولى زي هيك، وهنا حطيت لك نقاط 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 نقاط، وهنا نقاط نقاط كوما، وهنا بادي الماتريكس الثانيه وهكذا. خلينا نشوف الشيب. هذه على فكره نمباي اري، في النمباي اري تقدر انه انت تشوف الشيب. 6000 او 60000 في 28 في 28، 60000 صوره، وكل صورة 28 بكسل في 28 بكسل، تمام؟ فهي الدايمنشنز تبعتها كيوب، تريبل دايمنشن. نشوف الصورة الأولى، هذه هي، هذا عبارة عن ايش؟ الفاليوز بكسلز، ايش؟ ايش ايش 200 232 الاضاءه تبعته اللون من 0 ل 255 درجه اللون، ولا هي جري سكيل؟ جري سكيل، تمام. فبالتالي هنا عندي 1 شانل اللي هي عباره عن درجه الرمادي او درجه، تمام، من 0 ل 255. اكيد لو كانت كلرت هتلاقي انت عندك 6000 او 60000 ضرب 28 ضرب 28 ضرب 3، يعني ال 28 28 بتلاقي منها 3 ماتريسيز، واحده للار، واحده للجي، واحده للبي، تمام. هنتعامل مع صور من الاول. اوكي، كيف حكيت احنا الشيب؟ هنا عندنا 6000 في 28 في 28، لو كانت ملونه حتلاقي 6000 في 28 في 28 في 3، واحده للار، واحده للجي، واحده للبي، ار جي بي. احنا عندنا نظام الالوان في الكمبيوتر، انت عندك هي عباره عن كومباينيشن من الالوان الاساسيه اللي هي الريد والجرين والبلو، هذا نظام الوان. في نظام الوان ثاني سي ام واي، فبالتالي انت بدك تشوف ايش نظام الايمج تبعك
وعلى هذا الأساس بدك إنه تكون أنت عندك الماتريسيز اللي بتمثل البيكسلز عندك. تقسيمة إيش؟ آه يعني أنت عندك في البايثون في عندك دالة اسمها image load في مكتبة معينة، تمام؟ فهي بتروح تقرأها وبتقول له convert، يعني convert لNumby array. فبناء على السايز تبع البكسل، مدام انه انت عندك الصور كلها الحجم ثابت، فبالتالي خلاص لما انت تقول له حول لي اياها لنمباي اري، فهتتحول 28 في 28. اما لو عندك الصور المقاسات تبعتها مختلفة، بدك تعمل سكيل اول لمقاس ثابت، بعديها بتحوله لنمباي اري. يعني انت عندك بعض الصور الملتقطة بكاميرات مختلفة، المقاسات تبعتها مختلفة، فبالتالي لازم تعمل سكيل في الاول، بعدها بتحولها لاري، بتكون الاري ثابتة، انت بتثبتها، بتقول والله بدي اياهم 128 في 128 بكسل، او 32 في 32، او 64 في 64، او اذا بدك اياها عريضة زي هيك، زي ما بدك. تمام؟ يبقى هذه يونت 8 unsigned integer 8 bytes من 0 ل 255. اوكي، وزي ما شفنا انه القيم اللي هنا هذه يعني ما فيش اي قيمه بتتعدى عن ال 255. اوكي، طيب شوف لي هذه الشيب تبعها قديش تتوقع انه يطلع لك. هذا بالون اختبار بالمناسبة. قديش؟ 28. احنا شفنا ان الصور كلها 60,000 في 28 في 28. جبت لي الصورة، الصورة نمبر 0 28 في 28. طيب الليبلز، احنا شفنا الترين ايميجز، تشوف الليبلز. يبقى انت شفت هذه كيف شكلها، خلينا نشوف هاي كيف شكلها. شوف لي الشيب اول. وان فيكتور، وان كولوم، 60,000 على حسب عدد الاكزامبلز. شو التايب تبعها؟ برضه نمباي اري. هيو اري، تمام؟ هنا 9 0 0 3 0 5، هنا نقط نقط نقط، سو ماني فاليوز. تمام؟ هذول هنا ايش بتمثل انت عندك؟ الكلاسز، تمام؟ لأنه هو عاملهم انكودينج، 9 يعني شنطة مثلا على سبيل المثال، 3 يعني قميص. ايش هما الكلاسز هيهم؟ هيهم في التيبل هذا، شايف؟ 0 يعني تي شيرت، 1 يعني تراوزر، 2 يعني بولوفر، وهكذا لغاية التسعة. تمام؟ طبعا الكلاسز هدول راح حط لي اياهم في لستة، تمام؟ عشان انه يستخدموا في الانكودينج. زي ما كنا انت تقول لي والله الايرس اللي طلعت معايا 0 1، طب ايش الكلاس تبعها؟ ممكن ببساطه انه انت تعمل لسته زي هيك، تمام؟ تقدر تعرف الكلاس ليبل كيف. والله انت في البريدكشن طلع معاك انه الكلاس 9، طب 9 ايش اسم الليبل؟ تي شيرت زي هيك. فبالتالي زي كانه البريدكشن اللي انا اديته اياه كنمبر بروح بختاره كاندكس في هذه الليستة، فبروح بجيب لي ايش اسم الليبل. طب طلع لي البريدكشن 3، 3 ايش هو؟ دريس، تمام؟ فستان، تمام؟ يبقى عرفت كيف شكل الاكس وكيف شكل الواي، تمام لغاية الآن؟
طيب هذا كلام هيو عمل لك اياه هنا، جاب لك الشيب والطول تبع الليبلز والليبلز كيف شكلهم والتست ايمج شيب. التست ايمج قديش؟ 10,000. متخيل قديش؟ يعني انت عندك 60,000 للتريننج و10,000 للتست. هنا في احتمال انه انت يصير في معك انه انت تشنص في التست، يعني بمعنى اخر انه الموديل تبعك انه بالصدفه يجيب مع هدول التست اكزامبلز انه اكيورسي عاليه مثلا، او هل في داعي ان احنا نستخدم نعمل كروس فاليديشن هنا؟ كروس فاليديشن ل 70,000 انت يعني متخيل قديش؟ يعني 10,000 للتست كتير كافيه، فبالتالي ما فيش داعي احتمال انه يعني انه يصير في بايس هنا ضعيف جدا يكاد يكون معدوم، فبالتالي هنا ما بنستخدم كروس فاليديشن، نقسم البيانات انا عندي لترين وتست. اوكي هنا بس بدي اورجي لك صوره، هو قرأ لك اياهم كاري، بالمناسبه هذه الاريز هذه النمبرز ممكن احفظ لك اياها في سي اس في، فبالتالي خلاص بترتاح بدل ما انت تحمل لي صور بتروح بدي لك اياهم كسي اس في، بتتعامل معهم كالب يعني زي الباندا بالضبط. تمام؟ على البيكسلز بالضبط مش 0 و 1 من 0 ل 255 لسه حنعملهم نورماليزيشن، هدول بدك حتشوف النورماليزيشن كيف مثلا. طيب صحيح بتصير من 0 ل 1 الرينج. هنا بس بدي اورجي لك صوره، في عندك في البي ال تي. طيب انت في عندك في البي ال تي ايمج شو اي ام شو، تمام؟ ايش اديته؟ اول واحده 28 في 28، تمام؟ وهنا قلت له بلوت كلر بارز، وهنا الجريد بتساوي فورس، وهنا شو، تمام؟ فرسم لك اياها كهيستوغرام. الهيستوغرام ايش بيعبر؟ بيعبر عن درجه الانتنسيتي من 0 ل 255 زي هيك. فهذا كيف؟ كلر بار هيت، يعني ممكن تعتبرها زي الهيت ماب. كلر بار انه انت عندك زي هيك انه هنا من 0 ل 255، انه 0 اعتبره يعني غامق و 255 فاتح، فبالتالي على هذا الاساس راح لون لك اياه زي هيك يعني. فهذا واضح جدا انه هو حذاء. حذاء ولا حذاء؟ حذاء. تمام؟ طيب هنا بدنا نعمل نورماليزيشن، لانه في النيورال نتورك بدل ما انت تدي له ارقام زي هيك ولسه بدك تضربها بالويتس، حول لي اياها لرينج من 0 ل 1 افضل. لو ما عملتش الخطوه هذه برضه بيصير يعني ممكن النيورال نتورك تتعلم، ولكن الافضل انه انت تعمل نورماليزيشن. فبالتالي الايمجز تريننج ايمجز بتساوي تريننج ايمجز على 255، والتست نفس الشيء. تمام؟ هاي بدنا نشغلها وشوف لي هنا اول صوره كيف صارت. كيف؟ اه ايش جريد فريم يعني؟ لا نمباي اري صحيح، هاي التايب تبعها هنا. وبتقدر تسوي الكلام هذا على الداتا فريم، بيقسم لك كل الفاليوز في الداتا فريم على 255 مثلا. فشوف القيم هنا قديش صارت. ايوه بدل ما كانت عندك ارقام زي هيك صارت يعني من ارقام انتجرز، صارت انت عندك هنا 5 من 1000 1 من 1000. تمام هنا 0.9 0.84. تمام هنا ايش بدي اسوي؟
بده يروح ياخذ لك 10 صور او بالاحرى 25 صوره. 25 صوره تمام. ايوه. وهنا بده يروح يرسم لك اياهم انه فيجر سايز بتساوي 10 في 10، ويرسم لك اياهم كلهم تحت بعض. فهنا كيف بده يرسمهم تحت بعض؟ باستخدام السب بلوت، بروح بصفط لك الصور مع بعض. هنا ايش اداله؟ 5 و5، وهنا اي زائد 1. فبالتالي في اول لفه حتكون 5 5 0، 5 5 1، تخيل كيف. تمام. هنا رسم الاكس تريكس والواي تريكس والجريد بتساوي فولس، عمل ايمج شو للاي تمام، وعرض الكلاس نيم. شوف كيف شكلها زي هيك. عشان هيك انا بقول لك هنا 5 5 0، 5 5 1، 5 5 2، وهكذا زي هيك بصفت لك الصور كلهم مع بعض. 5 في 5 ب 25 تمام، كل صف فيه 5 صور تمام. يبقى هنا انه هذه 5 في 5 كطول وعرض تمام، وهنا البوزيشن ايش؟ 0. هذا 5 في 5 والبوزيشن 1 2 3 وهكذا. 0 ولا 1؟ 0 لانه for i in range لا 1. اوكي. انت شكلك بتستد قاعد. هذا حذاء بوت، هذا تي شيرت، وهذا تي شيرت برضو، هذا دريس، وهكذا. طيب نيجي للموديل. ايش عملنا؟ سيكوينشال موديل زي اللي تعودنا عليه. ايش بتسوي في السيكوينشال موديل؟ بتصفط اللايرز. اول لاير ايش بده يكون؟ فلاتن. ايش معناته فلاتن؟ بده يروح يعمل لك يبسط لك ال 28 في 28، يبسط لك اياها في 1 فيكتور. يعني حتكون 28 ضرب 28 784 تمام. فهي الفلاتن، هي معناها، بتخيل كيف. هي عبارة عن سكوير ماتريكس بدك تدخلها على نيورال نتورك، واول لاير لاير يعني، فلازم انه انت تفرط يعني انه تبسطهم فلاتن. لا، 60,000 صورة حتدخل صورة بعد صورة، بس الصورة الأولى قديش مقاسها؟ مربعة صح؟ 28 في 28. أنت راح إيش راح تسويت؟ هاي أنت عندك 28 في 28، هاي الصف الأول، هاي الصف الثاني، الثالث، وهكذا. انت ايش رحت عملت؟ رحت اخذت الصف الاول هذا هيك، لزقت فيه جنبه الصف الثاني تمام. يبقى هذا هنا، وهذا هنا، والصف الثالث هيو رحت لزقته برضو جنبه زي هيك، and so on. هاي الفلاتن معناها تمام. يبقى الانبوت شيب 28 و28، وهو حيبسط لك اياه لوحده. وبعديها دنس فيتشر 128 اكتيفيشن ريلو، واخر طبقه 10 كلاسز تمام. ايوه كتب لك الكلام هذا 28 في 4 784. طيب هيك خلصنا الموديل. نيجي الآن للكومبايل. ايش لما قال واي اكس اكس واي اكس
حاجات الاكس تكس والواي تكس، انه التكس اللي هي عبارة عن هاي هدول القيم اللي هدول، فبالتالي هو حطها لسه فاضية ما فيش اشي، يعني هنا ما فيش ارقام تمام، فهنا تعال اطلع هنا ما فيش اشي، فحط له اياها لسه فاضية، ما تحط هو يعني طلب منه انه ما تحطليش ارقام، يعني ما تجيش انه انت تاخذ مثلا انه البيكسلز تمام زي هيك، وانه تقول انه هنا انه هذا البكسل 0 كذا كذا، وهذا البكسل انه من 0 ل 255، وهنا من 0 ل 255، وهنا تحط لي الفاليوز. لا بديش هذا الكلام، انه هذا الشيء واضح، لانه انا هنا بدي اخلي مساحه عشان احط الليبل تحت عندي هنا تمام. طيب في الموديل ايش بدنا نعرف؟ ثلاث شغلات هاي عامل لك اياهم ليست، اللوست فانكشن، اوبتمايزر، والمتريكس. اوبتمايزر هنشوف ايش هما الاوبتمايزرز الموجوده عندي، هنرجعهم فيما بعد تمام. بالمناسبه انت بدك تعرف الاوبتمايزرز ايش اللي موجوده عندك، بتروح تعمل tf.keras.optimizers. هاي في عندك ادا دلتا، ادا جراد، ادم، ادا ماكس، ار ام اس بروب اللي مره فتحي استخدمه فاكره تمام. فهذول كلهم اللسته تبعتهم، او ممكن تروح هنا على الدوكيومنتيشن، تروح تفتح الكيراس او بتفتح عفوا التنسور فلو، وهنا في السيرش بيجيب لك لستة للأوبتمايزرز اللي موجودين عندك. مش راضي يعمل كليك. هاي الكلاسز هذول كلهم. انت ممكن تختار واحد SGD Stochastic Gradient Descent with Momentum Optimizer. لو انت بتشتغل في مجال الريسيرش بتيجي بتقول انا والله بدي اعمل اوبتمايزر جديد عشان يلاقي لي اقل ايرور، فبتروح بتعمل له implementation ككلاس، وبتروح بتركبه تركيب على التنسر فلو، وممكن انه انت تتيحه يعني تعمل contribution وتتيحه للاخرين. طيب واللوس شو التايب تبع اللوس؟ هنا بدنا نستخدم سبارس كاتيجوريكال كروس انتروبي تمام، لازم انه يكون كاتيجوريكال، وهنا فروم لوجيت بتساوي ترو عشان نطبق عليها السوفت ماكس، والمتريكس اكيورسي. هاي بنعرف الموديل، هنا نيجي للفت ايش بدي له؟ train images وال train labels ال x وال y وال a box بالفت. بطيء شوي صح؟ اثنين وثمانين، ستة وثمانين، سبعة وثمانين، بتتحسن. واحد وتسعين آخر accuracy. توصلت معك 85؟ ليش؟ لأنه أنت الـ initial weights تختلف عندك عندي تمام؟
فبالتالي انه يعني تقريبا انا لو رجعت شغلت مره ثانيه بيطلع انا عندي يعني accuracy غير. طيب الان لو عملت evaluation بدنا نشوف هنا على التست، هذا على train data الايرور، بدنا نشوف على التست داتا، على التست داتا طلعت 87 تمام. طيب حكيت هنا بقول لي انه بدنا نشوف انه والله انه هذه بدنا نتجنب انه صار في عندي اوفر فيتنج وكيف نمنعه، هذا حنشوفه في الدرس اللي بعده. بس بعد يعني غير هيك بدنا نعمل بريدكشن، بدنا نعمل بريدكشن. يبقى هنا موديل بروبابيليتي تي اف سيكوينشال اديته الموديل واديته سوفت ماكس، وهنا بدي اجيب له probabilities تبعت التست ايمجز تمام. شوف لي هنا اول prediction ايش جاب لك، array كم عنصر فيها 10، اعلى قيمة بدنا نعتبرها 1 والبقية بدنا نصفرهم، هتكون الكلاس ليبل. كيف؟ بالارج ماكس. ايش الكلاس هنا؟ 9. طيب ايش الليبل؟ بوت تمام؟ كيف؟ هنا برضو حيجي يرسم لك انه كل واحدة انه كـ predicted وكـ تمام؟ يبقى هذا الكود plot image ايش حنديله؟ الـ prediction array والـ true images وكل image. هذه شغلة كتير كويسة انه انت بتيجي تطلع انه بتشوف الايمجز، وهذه انت ممكن تطبقها على الكاتس والدوجز مثلا انه انت تشوف كيف انه بيتعامل معاها. ف هنا بروح بعمل بلوت للايمج وبروح بجيب البريدكشن تمام. اذا البريدكشن بتساوي الترو ليبل بحط لون بلو، إلس إذا كان غلطان بحط لون ريد تمام. وبروح بعمل بلوت للبريدكشنز تبعتي، شو كيف شكلها. طبعا هذه ك يوتيليتي فانكشن هنا، وهنا حنطبق هذا الكلام زي هيك. يبقى هذا بوت وجاب لي اياه هي ولونه ازرق، قديش النسبة تبعته؟ 99% صح تمام. هذه الصورة 0 في التست، وهذه الصورة 12 في التست برضه تمام. اختار هيك بشكل عشوائي، عرضها ايش لقى؟ انت في عندك هنا 46 سنيكر اعلى واحدة تمام، وهي المضبوطة. الموديل تبعك مختلف عن الموديل تبعي تمام. ممكن نجرب هذا الكلام لصورة ثالثة، قديش مثلا؟ 14 مظبوط، 89 كوت. ايش الصورة اللي غلطان فيها عندك؟ قديش الاندكس تبعها؟ تمام. هجيت حيعمل بلوت، احنا كنا نعمل هنا بلوت لصورة صورة تمام. هنا حيعمل بلوت لسيفرال ايمجز والبريدكشنز تبعتهم، حيعملهم في لوب
وزي هيك هيصفي كل صورة والبريدكشن تبعتها. هذه بوت وهذه بريدكتد بوت. لاحظ هنا مثلا في أعمدة حمراء عندك واحد لما يكون أحمر أعلى واحد أعلى واحد الأحمر بيكون هو غلطان في الليبل. طيب حكيت بدنا نجيب له صورة جديدة خارج التست بدنا نعملها بريدكشن. لنفترض انه هذه الصورة هي الايمج تيست ايمج اوف ال1. شوف كيف شكلها او الشيب تبعها 128 و128. هنا عمل اكسباند للدايمنشن صارت 1 × 28 × 28. وهنا بدنا نعمل بريدكت للايمج وهنا بدنا نشوف البلوت انه هو بلوفر. شوف للصورة هذه هل هي بلوفر فعلا ولا لا. بالايمج شو يعني هنا ممكن نعمل انه ايمج او بي ال تي ايمج شو للايمج. I am show. يفترض انه انا انقلها هذه هنا هيك تمام وهنا اقول له الايمج وهنا اعملها بلوت زي هيك انه هنا عملها ريشيب انه صارت انه 1 × 28 × 28. اما هنا 28 × 28 لسه انه ايمج زي ما هي. فهي هذا اعتقد تي شيرت وهنا ايش طلع لي بلوفر. هو بلوفر اعتقد انه بلوفر مش عارف. ممكن نشوفه هذا الكلام انه من التست واي اوف الواحد. بلوفر تست ليبلز تمام. وفي انا عندي الليسته اللي اسمها كلاس اندرسكور اندرسكور ولا بدون بيجيب لي الليبل مباشر بلوك مظبوط. تمام.